أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة مباشر. أنا هنا في مدرسة رفيدة والتي باتت مسرح جريمة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في هذه المدرسة. هذه آثار الدمار حيث كان يتواجد عدد من المواطنين في هذه المنطقة، استشهدوا جميعا، كل من كان في هذه المنطقة ارتقى شهيدا ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى، ورائحة الدماء هنا تملأ المكان. وهذه آثار المكان مشاهدينا الكرام. يعاني المواطنون هنا معاناة بالغة جدا لأنهم نزحوا من شمال القطاع، وهذا النزوح وصلوا أو انتهى بهم إلى هنا، حيث يقومون الآن بتجهيز الأرضية مرة أخرى حتى رغم وجود الدماء كما ترصد لكم الصورة. هذه أثار الدماء هنا مشاهدينا الكرام، كانت خيام النازحين وهذه أغراضهم التي تمكنوا من إزالة بعضها، ويقومون بعملية تنظيف للمكان وسيعودون إليه كما تحدثوا لنا. كما تحدث لنا المواطنون. يعطيك العافية خال، إيش بتعملوا قاعدين؟ زي ما أنت شايف إيش بنا مطرح القصف، الناس تدمرت، إيش بدنا نسوي؟ كنت ترجع تسكنوا في المنطقة؟ وين نروح يعني؟ في مكان برا تودينا عليه؟ إيش؟ بدنا نرجع ونظبط نقعد الناس. هاي اللي بنقدر نسويه. من وين نازح؟ أنا من السجاية من غزة. وين عديت؟ فايش نسوي يعني؟ زي ما انت شايف، من كان الناس رجع الناس تقدر تسكنها زي. والدم وكله هنا هذا كله حي. فننظف الأراضي عشان نعمل الخيام للناس، ايش بدنا نسوي يعني؟ لا خيارات مشاهدينا الكرام أمام المواطنين. أعدمت الخيارات. الأشلاء هنا على الجدران كما ترصد لكم الصورة. نقترب من الصورة أكثر لنرصد لكم كيف أن أشلاء المواطنين تملأ الجدران هنا. سيقوم المواطنون بتنظيف الحائط والجدران ثم العودة إلى الخيام. يعني هذه المنطقة مشاهدينا الكرام يتواجد بها عدد من النازحين الذين كانوا هنا في هذه المنطقة. يعطيك العافية خالتي. يعني بعد المجزرة اللي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي إيش خياراتكم بعد هيك؟ وين بدنا نروح يما؟ فيش مكان آمن في غزة، بدنا نظلنا هنا قاعدين، إيش بدنا نساوي؟ بقول له تعين الشمال اطلعوا على الجنوب، في أمان؟ فيش أمان، هيك شايف ما في أمان في غزة بالمرة، فيش منطقة آمنة. هذه الإدارة لا فيها مسلحين ولا فيها مقاومين ولا فيها إشي، هذه مكان لتسليم الأكل، تسليم المعونات، تسليم النسوان الحوامل، في جمعية أرض الإنسان فيها، والمطبخ العالمي لتسليم الغذاء فيها، يعني فيش إلا مقاومين ولا كان موعد تسليم أكل. تسليم الأكل، كان موعد تسليم الأكل. وش تطلعوا من هنا؟ لا مش طالعين، وين نروح؟ فيش مكان آمن في غزة، فيش مكان. يعني 42 ألف شهيد علشان إيش؟ الناس تتفرج على العالم كله بتفرج علينا واحنا بنموت، بعبونا في اكياس، ما شفتش الاشلاء كيف طارت علينا، ما شفتش ايش صار في حالنا، القزاز والدنيا كلها قامت، الاطفال كانوا بيستلموا السيريلاك، النسوان الحوامل كان رايحات ياخذن مقوي لها، ما بعرفش انا ايش اللي صار، يعني فيش لا كان مقاومين ولا كان فيها اسلحه ولا كان فيها عسكريين اصلا كلها. ليش خبطوها؟ مش عارف، كان موعد تسليم المطبخ الغذائي جاب الاكل، يستلموا الناس الاكل. يعني مش مكان عسكري هذا ينضرب. وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ رحنا عرفه، قالوا اطلعوا من رفح، رحنا انصرة، طلعوا من انصرة، رحنا على الدير هي، وين بدنا نروح بعد هيك؟ وين بدنا نروح؟ طلعونا من الشمال على اساس مكان امن، فيش في غزة مكان امن. هاي بنتي في الشمال، بقول لك يما تطلعيش. خليكي في الشمال، كذابين اليهود، فيش مكان آمن بالمرة، بالمرة فيش مكان آمن. هينا قالوا لنا تعالوا دير البلح، هينا انقصفنا في دير البلح. هذه رسالة لبنتك. لبنتي، تطلعيش من الشمال بالمرة، خليكم موتوا هناك أحسن. ما تيجوا هنا على الدير وتموتوا في الدير برضه. هينا احنا طلعنا من الشمال شاردين على الدير على سنة أمان، فيش أمان. ما في أمان بالمرة، في المدارس قصفونا، في الدور قصفونا، في الشوارع قصفونا، في الأسواق قصفونا، وفي المساجد قصفونا. العالم إيش بيستنى؟ إيش بيستنى العالم؟ إيش بتستنى العالم تتفرج علينا وإحنا بنلتم في أكياس قاعدين؟ لحم في أكياس بالكيلو بوزن الواحد قاعدين. بالكيلو بوزن الجثة بالكيلو قاعدين.
هذه حقيقة ما يعيشه الفلسطينيون هنا مشاهدين الكرام على وقع الغارات والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه المجزرة ارتكبت في وقت كانت توزع فيه وجبات الطعام على النازحين هنا من قبل مؤسسات خيرية. طبعا مشاهدين الكرام رائحة الدماء هنا تملأ المكان، وهناك مواطنين يقومون بالبحث عن أشلاء ربما للمواطنين. يعني هنا مشاهدين الكرام نرصد لكم حاجيات وأطعمة للأطفال، وأيضا حاجيات طبية مثل هذه الكمامات الطبية، ويعني جميع ما هنا من حاجيات هي أغراض طبية. وهذه الصورة ربما ليس أوضح منها حينما يعني ترصد لكم ماذا كان يتواجد في هذه المنطقة. هذا كتاب مشاهدينا الكرام، كتيب للمأكولات، كتيب يشرح المأكولات. وهذه مشاهدينا الكرام ملابس طفل صغير، هذا ما يسمى بالتبان الذي يلبسه الطفل الصغير إن صهر التبان جراء هذه الغارة. وهذه الكمامات أيضا مشاهدينا الكرام رسم عليها رسومات للأطفال كما ترصد لكم الصورة. وبالتالي كل شيء موجود هنا هي حاجيات طبية، أغراض للنازحين، ومستلزمات للأطفال ومستلزمات طبية أيضا. وهذه حاجيات الأطفال أيضا مشاهدينا الكرام، هنا كانت مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع حاجيات للأطفال، مقويات للحوامل كما تحدثت لنا المرأة، وأغراض لهم. وهذه الأكياس مشاهدينا الكرام هي أكياس حفاضات الأطفال. وبالتالي هذه الصورة يعني هي أوضح ما يمكن أن نتحدث به. هذه بقايا الطعام جراء القصف مشاهدينا الكرام. هذه الغرفة كانت توزع بها الأطعمة وكانت توزع بها الملابس على الأطفال وحاجيات النساء الحوامل التي استشهد جزء منهم. شو هذا؟ حليب الأطفال. هذه الغرفة لإيش؟ هذا للأطفال، مستلزمات الأطفال زي الحليب زي البامبس. أرض الإنسان. إيش كمان لقيتوا هلا الأطفال؟ بلاي، زواعي، والعاب أطفال، بامبس، كل مستلزمات الأطفال فيها. والله الواحد مش عارف إيش تقول. لسه جديد هذا طلع. هذه بالكرتونة. بالكرتونة زي ما هي بس محروقة حرق. هذه ايش؟ هذا للاطفال، الرضاعه اسمها. هذه مشاهدينا الكرام هي انبوبه تستخدم لرضاعه الاطفال. وهذه بعض بقايا الاطفال ايضا. لم نجد شيئا هنا الا ما يتعلق بالاطفال. وبالتالي مشاهدينا الكرام الاحتلال الاسرائيلي يصعد من جرائمه، يصعد من مجازره ضد الاطفال. وكانك تشعر ان المعركه بين الجيش، جيش الاحتلال الاسرائيلي، وبين الاطفال الفلسطينيين. يريدون لهذه الاجيال ان تمحى، ويريدون لهذه الأجيال أن تباد. هذا ما يفعل. بقايا الطعام والمستلزمات الطبية وبقايا أغراض الأطفال، هذا ما يوجد هنا في هذه المنطقة التي تعرضت للإبادة الجماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أكثر من 27 شهيداً ارتقوا أشلاء المواطنين على جدران المدرسة. هذه الساحة كان يجلس بها المواطنون ليل نهار ويسيرون بها، يرفهون بها عن أنفسهم وعن الأطفال أيضا. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر أن يرتكب مجزرة يقتل عدد كبير من الأطفال، عدد كبير من النساء، في مكان وفي وقت يوزع فيه الطعام على النازحين في هذه المدرسة. تباعا مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة مباشر سنرصد معكم الإجرام المستمر
الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المحافظة الوسطى. إيش واقف تعمل؟ ولا شيء. نازح هنا؟ لا. أنا في الدير. سكان الدير؟ وأنت نازح هنا؟ وين ساكن؟ هنا. إيش اللي صار هنا؟ كنا قاعدين لواجه الصاروخ على المدرسة. إيش كانوا بيعملوا هان لما أجا الصاروخ؟ تكية. موعد التكية؟ ما كان بوزع أكل لواجه الصاروخ دمروا. طب أنت بتقف على دور التكية؟ لا. مين اللي بيقف عندكم في العيلة؟ ولاد عمي والله. بس. طب إحنا شفنا أغراض ولاد صغار هنا. تعرف ما دول بوزعوا للصغار محتاجين إيش بوزعوا لهم؟ لعب بامبس. بوزعوا لهم أغراض. شو بتعمل؟ بلم بنقب قاعد عن أشلاء الشهداء الموجود في المدرسة. 28 شهيد بريء بدون سابق انذار ضربتهم الطيارة. ضربة صاروخ سطع 3 طبقات من السقف. أصفر عن 28 شهيد تقريبا أو أكثرها. وقارب 150 إصابة. هذه الغرفة اللي بتر أشلاء زي ما أنت شايف. كل الشهداء عن أشلاء اليوم كانت. الغرفة اللي انضربت هذا ليش؟ غرفة ارتواء. ناس مدنيين بدها خدمات مية. بدأ خدمات أكل، بدأ خدمات كهرب، في عندك نقطة أرض الإنسان، كمان بتعالج الأطفال، كمان طاقم أرض الإنسان بالكامل تم استشهاده من بنات ومن شباب. أصبح إنه قصتنا إحنا الكل مستهدف، فيش فينا حدا بريء اليوم. اليهود إيش دعوة سلاح مش سلاح؟ هذه مدرسة بقول لك مدنية بالكامل. إيش اللي قاعد فيها هذه؟ أنا إلي سنة اليوم، صار لنا سنة الذكرى السنوية الأولى أن عم نرتكب أبشع المجازر عنا. أنا ارتكبوا في الذكرى السنوية الأولى. ليش؟ مش عارفين إيش السبب زي ما أنت شايف. إحنا أهل الشمال. أنا اللي بحكي معاك من دار مصر بيت حنون، نازح من شمال بيت حنون، من بيت حنون. إن اليوم سنة تركين بلادنا وبيوتنا دمرت، ولحقنا الموت، ما زال لحقنا في دير البلح. وأنا متأكد تماما لو مش رحنا، لو رحنا رفح كمان نزحنا من رفح. هذه المرة العاشرة كان إن النزوح فيها. هذه 10 مرة ننزح من اللوايات من هنا ومن هنا. أهالينا إحنا الله سهل معنا وقعدنا في اللواء، لكن آخرها كان الحمد لله وبحمد ربنا الموت بدون تنذير مسبق. لا ضربوا صاروخ زنانة زي ما قالوا، ولا سمعنا حاجة. فجأة ما شفنا إلا الدنيا انقلبت أشلاء، ولا شهيد في المدرسة إلا كنا أشلاء زي هيك لميته. أنا اليوم طلعت حوالي 7-8 شهداء زي ما أنت شايف، بطلعهم بالهذه المغرفة، مغرفة الأكل، بنطلع فيها الشهداء بندور. طبعا فيش معدات عندنا، احنا طلعنا هنا قبل ما يجي الدفاع المدني، طلعنا مهداتنا مشواكيشنا بالطرق البدائيه. طبيعي ان باشنا ما طلعنا الشهداء والجرحى. ما ضلش فينا حيل يا عم، احنا ما ضلش فينا، مش قادرين نصبر اكثر من هيك. انا بحكي معك مش من طمن، بحكي معك من صفايحي. ما ضلش، المشهد صعب جدا للغايه. المشهد اللي شفناه اليوم صعب، وهذا طبعا قيس على كل قطاع غزه بنعاني من المأساة هذه. لكن لوقت ايش انت بتعطينا مناطق انسانيه على اساس ايش في الاخر عشان تضربها؟ وينك طلعت عين الشمال عشان تصفيهم هنا؟ احنا بالنسبة لنا هنا صلحنا المدرسة، بنظلنا قاعدين بنستنى رقمنا قديش يكون موجود حطوا اليهود للشهادة. طبعا بدنا نموت خلاص، ما ضلش فينا حيل. ما فيش بصيص امل 1% تركن على هذول الناس، واللي مش العاديهم ان نقول يعني الدول العربية او الدول المانحة او الدول الاجنبية او الاتحاد الاوروبي حلف الناتو نفسه اللي بتطلع يجي يشوف المجازر هذه. يجب عليه من هالحرب. احنا بدنا شغل ولا شرب صحيح، بس بدنا احنا ينهوا الحرب. بدنا الامان، بدنا السلام، بدناش الخوف والقلق هذا بنعيشه. يطلبون ما يفتقدونه مشاهدينا الكرام، يفتقدون الامان. جاؤوا من اقصى شمال قطاع غزة، من اخر مدينة من المناطق الشمالية لقطاع غزة، مدينة بيت حنون التي اصبحت اكوام من الركام. جاؤوا من هناك الى هنا ليلاحقهم الموت والدمار والإبادة الجماعية والمجازر المستمرة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي. تباعا عبر الجزيرة مباشر سنكون معكم لرصد ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر وإبادة جماعية متواصلة منذ أزيد من عام. للجزيرة مباشر من مدينة دير البلح، من إحدى مراكز الإيواء، أشرف السراج.